بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير المملكة لدى المملكة المتحدة، طلع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة سعادة السيد ليو دوكيرتي عضو لجنة الدفاع، طلع على الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. وشهد سعادة السيد ليو دوكيرتي عضو لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني بالترتيبات التي تم اتخاذها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، مؤكدا أن المعرض يعتبر منصة تعرض عليها كبريات الشركات العالمية أحدث نظم الدفاع والتقنيات العسكرية. وأشاد وفد النواب البرلماني في مجلس العموم البريطاني بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشددين على أهمية التعاون القائم بين البلدين الصديقين، ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في شتى المجالات. لا شك أن احنا فخورين باستضافة هذا المؤتمر في مملكة البحرين، واللي يأتي لأول مرة في الشرق الأوسط بنستضيف عارضين في مجال البحرية والطيران والأرميز. فلا شك أن هذا المعرض سوف يكون معرض متميز. شاكر ومقدر جهود سمو الشيخ ناصر في تنظيم هذا المؤتمر اللي يحظي الآن باستضافة 120 شركة من مختلف الدول العالم، ولا شك أن هذه المشاركة في هذا المعرض بهذا الكم وهذا القدر من المشاركين تقبل ثقة كبيرة في البحرين وفي استضافته لهذه المؤتمرات. أنا معجب جدا بمعرض بايلك، حيث أن هناك العديد من شركات الدفاع الدولية تأتي إلى المملكة لعرض منتجاتها، وأن هذا المعرض يؤكد أن مملكة البحرين تعتبر مركزا إقليميا للدفاع والأمن في الخليج العربي. ومن وجهة نظر بريطانيا، نعتبر البحرين شريكا فعال في الخليج العربي. المعرض في حالة رائعة، ووجود عشرات المشاركين على مستوى عال من عدة دول حول العالم يدل على دور البحرين الهام في الخليج العربي، والمشاركة البريطانية في هذا المعرض انعكاس للعلاقات الثنائية المتينة مع مملكة البحرين.